صباح الخير والأمل والمحبة وصباح السعادة من صباح الشرقية. يسعد صباحكم مشاهدينا، أحب أبدي حلقتنا وأصبح على شهد. يسعد صباح شهد. يسعد صباح شمينة، يسعد صباح كل مشاهدينا وين ما تكونون. نلتقيكم بحلقة جديدة من صباح الشرقية على قناة الشرقية، ويانا فقرات ومواضيع وضيوف مختلفين، فخليكم تتابعوا حلقتنا لهذا اليوم. ونبدأ حلقتنا بالعناوين. هل أنت من الأشخاص الذين يؤدون الواجبات والأفضال ويلتزمون بحضور جميع المناسبات والمواقف؟ هذا هو موضوع استطلاع حلقتنا لهذا اليوم. استخدام المعدات الهندسية المناسبة للحفاظ على جودة التصوير، يحدثنا عنها مهندس البرمجيات أسامة جلال. الأجواء الثلجية في قضاء العمادية الواقع بين الجبال وكيفية تعايش ساكنيها مع كثافة الثلج فيها من الدهوك. الروبوتات ودورها في الجراحة الحديثة، تحدثنا عنها أخصائية الجراحة العامة زهرة أحمد من استوديو أربيل. الرسامة ومصممة الأزياء زهراء المالكي تعرفنا على أعمالها بالمشغل الخاص بالخياطة من النجف. أما في الأخبار المنوعة لليوم، رجل يحتال على شخص ببيعه له أوراقا سوداء عادية مقابل 23 ألف دولار. وفي خبر آخر، تحويل طائرة مهجورة إلى فيلا فاخرة في جزيرة بالي. نتعرف على التفاصيل وأخبار أكثر بحلقتنا لليوم. ختام عناويننا لليوم رح يكون بسؤالنا التفاعلي، واللي هو: ما هو آخر موقف ساهمت بأداء الواجب فيه ولمن كان؟ طبعا مشاهدين يقدرون تشاركونا بمواقفكم وبمناسباتكم عبر الكيو آر كود اللي ظاهر أمامكم على الشاشة. كل اللي عليكم تسوون توجهون كاميرا التليفون، وراح ننقلكم مباشرة إلى صفحة قناة الشرقية، وهناك ممكن نشوف وين المناسبات اللي حضرتوها ولمن كانت هاي المناسبات. طبعا شهد، إحنا صايرين الواجبات كثيرة بأيامنا بالفعل، يعني مرات أحسها هي عبارة عن ضغط يكون على وعبء على كاهلنا لكثرتها، ولكن أكيد واحد كل ما زاد وإعزازه كل ما زاد وأحبابه، هذا شيء حلو. طبعا تعرفين شهد، احنا المناسبات من نتحضر لها لازم نشوف الطقس. احنا الطقس مهم، وخاصة بالايام هذه. خلينا مينا نروح انا وياك ومشاهدينا نتعرف على حالة الطقس لليوم، وخاصة اكو بعض التغيير بالجو بالفعل، واكو بعض الامراض اللي تزيد خاصة الانفلونزا. فخلونا مشاهدينا نتعرف على حالة الطقس، ونبداها من العاصمة بغداد ونتعرف على درجة الحرارة الآن في بغداد 12 درجة مئوية. ونروح أيضا ننتقل للموصل، اليوم درجة الحرارة 8 درجة مئوية في محافظة الموصل. ومن الموصل إلى البصرة، خليني أشيك البصرة. البصرة حارة باي ذا واي، يعني حتى بشتاها حارة 13 درجة مئوية. وأخيرا نروح لأربيل، أربيل عكس البصرة تماما بالفعل. 6 درجة مئوية، لكن أكو شمس، عندهم شمس. الجو صار جو صار يتغير، أهم شيء أنه صحو ومشمس. فاليوم بالضبط. اللي عندهم مناسبة، مناسبتكم حلوة، يحضروا يقوموا بالواجب اليوم. بالضبط، ما عندنا أمطار فأمورنا إن شاء الله تكون تمام. طبعا مثل ما تعرفين شهد، الحياة مليانة بالمواقف اللي تتطلب من عندنا عمل خطوة حقيقية تجاه الآخرين، سواء كانت بأوقات الفرح أو وقت الشدة. ومثل ما يقولون على الشخص بهيج مواقف، صاحب فضل وما يقصر، أو قام بالواجب وكفى ووفى. طبعا هيج إنسان نرتاح بوجوده بحياتنا، لأن نحس قلبه على قلبنا بكل الظروف، يعني ويانا على الحلوة على المرة.
وبالتاكيد مثل ما احنا نحب يا مينا يكون اكو هيك شخص بحياتنا، نتمنى انه نرد له افضاله وواجباته علينا من يحتاج لنا. وباستطلاعنا اليوم سالنا الشارع العراقي والجمهور العراقي اذا كانوا هما من الاشخاص اللي يردون الواجب لاحبابهم واصدقائهم، منو هذا الشخص اللي ردوا له هذا الواجب باقرب فرصه او اخر شخص قاموا برد الواجب. ونعرف احنا مجتمعنا العراقي بقيمه وبمبادئه انه رد الواجب شيء ضروري ومهم، ولازم نكون مع الاشخاص اللي نحبهم اذا كانت يعني افراحهم واحزانهم لا سمح الله. فخلونا ننتقل لاستطلاعنا وبعدها راجعين. صباح الخير والعافيه على كل من يشاهد برنامج صباح الشرقيه. باستطلاعنا لحلقة هذا اليوم راح نسأل الناس، هل أنت من الأشخاص الذين يحضرون الواجبات والأفضال ويلتزمون بحضور جميع المناسبات؟ خلينا نعرف رأي الناس حول هذا الموضوع، خليكم ويانا. لا عادي، مرات ومرات، يعني مو شرط، يعني اذا فد شيء مناسباتي عادي احضر، اعراس اكثر شيء، بس مناسبات اعياد مو كلش هواي نطلع بالصدف. اي هل تشوفين هذا الموضوع راجع للتربيه، انه تربيتي على شيء او انت مثلا اهلك يكونون على هذا النمط يحضرون المناسبات فانت اخذتي هذا الشيء من عندهم؟ اي من اهلي، يعني ودائما اطلع ويا اهلي، يعني كلش حلوه الاجواء الصيف. هذا الموضوع تحسي يعني تابع الشخص المقابل انه يكون اجتماعي او انعزالي؟ خلينا نقول انت من هذا النوع ولا من هذا النوع؟ والله انا اجتماعيه بالنسبه لي، بس بالنسبه للباقي ما اعرف، يعني كل وين طيفه. طبعا المناسبات يعني لازم واحد يشارك بيها، من المناسبات الاحزان هذا كله واجب يعني علينا، اذا كانت مناسبات او احزان نحضر. اكثر شيء تحضر اعراس؟ لو تحضر عيد ميلادات مثلا وطنيه؟ والله اللي متواجدين احنا بيه يعني حسب الفراغ، اكثر شيء يعني مناسبات، يعني هو الواجب اللي علينا احنا نسوي اكثر شيء مناسبات او احزان. تحس هذا الموضوع يراجع تقاليد احنا اللي تربينا عليها كعراقيين؟ اي نعم، هذا الشيء صحيح، يعني هي تقاليدنا وعاداتنا احنا لازم نأديها، نأدي مراسيمها. والله اكيد، يعني هي اكو بعض المناسبات واحد لازم يجي يحضر بيها، يشارك الاصدقاء، يعني تغيير جو او ك مشاركة، انه فاكو يعني مناسبات لازم ضروري ان نحضرها، اكو مناسبات لا مجرد يعني مو الا واحد يحضرها مو شرط، بس اكو مناسبات لا ضرورية لازم يعني نحضرها. لا مناسبات ضرورية، وشنو المناسبات المو ضروري تحضرها؟ والله انا يعني برايي انه المناسبات الوطنية مثلا شلون من يفوز المنتخب، هاي المناسبات حلوة تكون يعني بها لمة حلوة، فد يعني طعم حلو بها. المناسبات هاي العادية يعني مو كلش. ايه مثلا والله ما ادري، ما جاي على بالي شيء. يعني قصدك افراح يعني كاعراس مثلا، عيد ميلادات او احزان مثلا؟ لا الاحزان لا اكيد لازم واحد يشارك، يعني الحزن قبل الفرح، لان هاي يعني كمناسبه تكون مؤثره ويا الشخص، لازم توقف وياه بالمناسبات. الاحزان لا هاي اكيد، بس بعض عيد ميلادات المعروفه ايش، هاي الشغلات البسيطه مو الا ضروري. الاعراس او اعراس اصدقاء خلينا نقول، هل انت من الاشخاص اللي اول واحد تكون موجود؟ اي اكيد، لا الاعراس اكيد نرقص ونسوي اللي علينا. اي طبعا، يعني هي تربيتنا، هي اهلنا ابونا اجدادنا علمونا، هي من اصول يعني العراقيين، يعني نأدي الواجب مالتنا يعني كفاتحه او عريس او مناسبه دينيه او اي شيء. طيب كعراقيين احنا عندنا عادات وتقاليد دائما تحكمنا، فالجيل الجديد نوعا ما طلع من هذه العادات والتقاليد، لكن هذه المناسبات وحضورها، هل هذا الجيل لحد الآن يعيشها ودائما يحضرها لو راحت هذه العادات من عندنا؟ راحت هاي العادات مع الأسف، يعني حسب يعني انت حسب التربية مع الأب والأم والأهل،
او القرايب يعني ماكو يعني ما اتوقع يعني مو نفس قبل يعني. بس جيلنا هذا الموجود يعني مبتعد عن هاي العادات طايش شبابنا بناتنا اي شيء يعني طايش يعني. الاحزان والافراح هل تستخدم موبايلك بال حتى تبعث للناس رسائل او فد شيء وتخلص الموضوع كليته بالموبايل لو ضروري تتخلص من الموبايل بهاي الاوقات وتحضر؟ اي طبعا يعني هسه الانسان اكو انسان يعني ما يقدر صار عنده ظرف ما يقدر يروح المناسبه فاكو جهاز يعني اللي هو الجهاز على الواتساب او اي موقع تواصل اجتماعي يراسل يعني يخابره او يتصل عليه ويعزي مثلا تعزيه او مناسبه او اي شيء. طبعا يعني اذا اكو احد يدعوني اكيد اروح، بس بالحزن بدون ما احد يدعيني اني اروح اقدر هذا الشيء، بس بالافراح لا، اذا احد دعاني اكيد البي الدعوه يعني اروح اذا احب هذا الشيء. اكثر المناسبات اللي انت تحضريها واللي تتلقين من عندهم دعوه؟ يعني اكثر شيء مناسبه العرس اكثر شيء. تروحي؟ لا قليل، انا مو هالقد يعني احب اطلع الا ما الشخص قريب علي ويدعوني واعرف انه هو يحب وجودي اكون احضر. طبعاً مثل ما شفنا بالاستطلاع احنا العراقيين اصحاب واجب ووقفه ودائما نحب ونحرص على انه احنا نؤدي الواجبات ونساهم بافراح الناس، ولا سمح الله لو كان عندهم حزن ايضا نشاركهم ونخفف عنهم. طبعا مشاهدينا نحب نذكركم مره ثانيه بسؤالنا التفاعلي للحلقه واللي هو ما هو اخر موقف ساهمت باداء الواجب فيه ولمن كان هذا الموقف، وننتظر مشاركاتكم عبر صفحه قناه الشرقيه على انستغرام. تقدرون تشاركونا من خلال الكيو ار كود اللي ظاهر امامكم على الشاشه. طبعا شاهد هي الافراح والمناسبات بالاونه الاخيره كثرت فعلا وزادت المناسبات. واكو يعني كان اكو سؤال اذا الجيل الجديد هو ماشي على نفس عادات وتقاليد اهلهم، انا اشوفها انه ما زالت هذه العادات والتقاليد موجوده عندنا بالفعل. يمكن بس صرنا نفهم يعني ثقافه الاعتذار اكثر اذا بالفعل. كان عندنا في ظروف معين المقابل ايضا راح يقدر صح. لكن ما زلنا احنا نحب انه نقوم بواجبنا باتجاه اي شخص كان الى فضل او واجب علينا. بالفعل شهد طبعا احنا اكيد نحب انه نغرز هاي الصفه والخصله بالاجيال الجديده، ولكن مثل ما قلتي فن الاعتذار هو صار متعارف عليه اكثر وصار عندنا اولويات مجال الحياه وعصر السرعه ويمكن الاثقال اللي زادت على كاهلنا بهاي الفتره خلتنا انه احنا نحط اولويات للامور. اكيد احنا نحب نشارك كل الناس، ولكن كثره الحياه وزحمه الحياه خلت اولويات، فمرات اذا الواحد عنده ظرف صعب انه يشارك حسب الاوقات اللي مناسبه لنا نأديها بالفعل. مكملين من انا وياك ومشاهدينا بتكمله حلقتنا، وراح ننتقل الى استوديو بغداد وينضم ويانا ضيفنا ضيف حلقتنا لهذا اليوم مهندس البرمجيات اسامه الجلال اللي راح يحدثنا عن اخر التقنيات وكيفيه استخدام المعدات للتصوير عبر السكاي. ويسعد صباحك اسامه. اهلا صباح النور، اهلا شهد، صباح النور، اهلا مينا، نورتنا. قبل ما ابلش شكرا جزيلا. تفضل. طبعا قبل ما ابلش اريد اضيف ملاحظه على موضوع الواجب. انا اصلا من الناس اللي ما تحب اطلاق تسميه كلمه الواجب على اي شيء. تمام. من الناس اللي ما نحب انه نقول هذا واجب علينا لازم نسوي، انا هاي الشغله ما احبها. اوكي. ممكن انه نقول هو طريقه للتواصل مع الاشخاص او انه فد شيء دليل على حبنا للمقابل، انه احنا نتصرف هذا التصرف لانه احنا نحب المقابل، نحب انه يكون بيناتنا في التواصل. اضافه الى موضوع انه هسه حاليا استخدام الموبايل يخلينا نعرف اخبار المقابل اكثر مما سابقا كانوا ما يعرفون الاخبار. نعم. يجيهم خبر من فلان ويروحون يشوفون شكو ماكو، فهذا راح يكون طريقه انه للتواصل يصير اكثر بهذا الموضوع.
وياك، لكن في بعض الاحيان لما شخص يكون له فد واجب عليك انت واجب عليك انه ترجع الواجب. بالضبط بالضبط، هو هاي هو يعني هذا كان يعني القصد من الاستطلاع مالتنا وموضوعنا. من نقول انه هذا واجب فهو راح يكون يعني خلينا نعبر عنه انه هو مثلا هل هو انه غصبا عليك لازم تسوي، فلهذا اطلق عليه اسم واجب، فهنا هو هذا الاختلاف يعني. يلا وجهة نظر نحترمها يعني أكيد كليتنا. خلينا نبدأ بموضوع التصوير، وخاصة حاليا احنا كلنا نبحث على تقنيات جديدة ونتعلم شلون نقدر نصور بحرفية وتطلع الصورة حلوة، إذا كان صورة أو فيديو. فاحكينا عن نبديها بالزوايا، لأنه نعرف أو سامعين أنه لازم تكون الزاوية صحيحة، فحدثنا عن الزوايا شلون ممكن نختار زاوية تكون صحيحة للتصوير. مسألة التصوير تختلف طبعا، سواء إذا أنت تريد شنو الهدف من هذا الموضوع، هل هو صورة، هل هو فيديو، هل هو محتوى، يختلف من شخص إلى شخص، هل هو مثلا عمل سينمائي أو شيء يختلف، وكل شيء يحتاج متطلبات خاصة به. فإذا أريد نحكي مثلا على سبيل المثال بالشغلة اللي أنا دخلت بها اللي هي صناعة المحتوى والفيديو، راح نجي نشوف انه صناعة المحتوى عالم واحدة، عالم كبير بآلاف من صناع المحتوى، ولكل شخص لمسة مميزة سواء بالتصوير او بإخراج الفيديو اللي دا يطلع. نعم. فهواية عوامل تلعب دور، نبديها مثلا بالكاميرا اللي تصور. نعم. وهذا الموضوع يختلف من شخص الى شخص، والقابلية اللي هو خلينا نقول الامكانية اللي ممكن انه يصرفها على هذا الموضوع. نعم. طيب حاليا احنا في زمن حتى الموبايل هسه حاليا ممكن انه يوفر امكانيات كلش عاليه تغني عن الكاميرا الاحترافيه وتوصل الى نتائج، لكن ممكن انه يتعب بموضوع المونتاج اللي هو يلحق التصوير. نعم. طيب استاذ، بما انك تطرقت للموبايل والكاميرا وهاي الاجهزه، اكيد احنا نعرف انه اختيار احدث الاجهزه للتصوير ممكن يكون عامل اساسي حتى انه احنا نظهر المحتوى باعلى جوده، مثل ما نشوف مرات في فيديوهات اللي نشوفها قبل كم سنه ونشوف فيديو حديث نشوف اكو في اختلاف بالجوده بالوضوح بالصوره، هذا من ناحيه الاجهزه اللي احنا نستخدمها، اكيد الاجهزه الحديثه تكون احسن. طيب بالاضافه الى هاي الاجهزه، هل هناك عوامل اخرى احنا نقدر نستخدمها مثل الاضاءه واشياء اخرى؟ بالضبط، هي عوامل مكمله يعني تكون كانما هو فريق متكامل. نعم. وحاليا انا اتصور يعني حتى يؤيدوني بي الاخوه بالاستوديو، الموضوع يبدي من الكاميرا الى الاضاءات الى الصوت الى المونتاج، هذني كلهن تكون بحلقه متكامله. يلا تكون لنا شو اسمه الفيديو اللي نريده او الصوره اللي نريده. حاليا احنا في وقت سريع في التطور جدا، يعني كل شيء جديد دا ينزل لنا دا ينطينا في الدوافع تسهل علينا امور التصوير وغيرها. على سبيل المثال هسه انا مثلا صدفه البارحه لقيت هاي الكاميرات، انا هاي كانت عندي تقريبا سنه 2007 او 2008، كانت في وقتها من احدث الكاميرات اللي يعني كنا متعجبين انه نشوف بها الصوره من هنا بناخذها ونصور بها. زين، الى حد ما دخلنا في عالم الكاميرات الاحترافيه والموبايلات. احنا حاليا في وقت حتى الطفل ممكن انه يشغل كاميرا اللي هي بالموبايل ويصور ويكون له وجهه نظر بالتصوير. وشنو العوامل اللي ممكن انه تساعد بهذا التصوير وشنو اللي تطوره؟ هي مثلا خلينا نقول الاضاءه وغيرها. امكانيات الاضاءه هم يعني تختلف من مكان الى مكان. خلينا نحكي هسه على هذا الاستوديو اللي احنا به، اللي هو هذا المكتب اللي انا اصور فيه اغلب الفيديوهات اللي عندي دي. نعم. بالاساس انا حاليا هسه دا استخدم السكايب، والسكايب دا يوفر لي صوره من الكاميرا الاماميه لموبايل. نعم. تمام، اللي هي هاي الكاميرا الصغيره. وهاي امكانيتها بهاي الدقه اللي انتم تشوفوها هسه حاليا. لما اجي اصور أنا كفيديو أريد أنزله كمحتوى، أستخدم مثلاً الكاميرا مالتي الاحترافية. شنو فرقها هاي الكاميرا عن غير كاميرا؟ حالياً إحنا في وقت تقريباً هاي الكاميرات كلها هي متشابهة، اللي يختلف هو العدسة اللي شو اسمه اللي تعطي دقة من فيو إلى فيو ثاني. تمام؟ كل ما طورنا بالعدسة في مجال العدسة راح يكون عندنا صورة بدقة عالية. الإضاءة اللي عندنا دراستها مكانها، هسه انا عندي اضاءتين، هاي وحده الاساسيات، فوق هاي اكو اضاءه، ولو ترهم كان شوفتكم انا شو مسوي فوق،
فوق أنا عندي ضوء بسيط تمام ومستعمل له هاي. نعم. أوكي. هذه شنو هسه حالياً تشتت لي الإضاءة حتى ما يصير إضاءة مركزة. كله هو عبارة عن علوم ممكن أنه واحد تعلمها بطريقة لكن يكون يفرق أنا شنو أحتاج. هل أحتاج أنا عدسة؟ هل أحتاج تطوير إضاءة؟ هل أحتاج تطوير ضوء؟ هل أحتاج مونتاج؟ لكل شيء أكو فتشي يكمله. صحيح. وإحنا الحمد لله عندنا اختصاصات في بلدنا يعني أكو ناس تخصصت بالإضاءة، أكو ناس تخصصت بالمونتاج وتبدع به، أكو ناس بالإخراج اللي هو يجمع هذا كله. فما شاء الله دي تطلع عندنا فد صناع محتوى وتطلع عندنا فيديوهات نفتخر بها. صحيح فعلا مثل ما ذكرت أسامة، وتحدثت أنت عن التكنولوجيا والحداثة والتطوير، ويوم عن يوم دا تنزل ممكن معدات أحدث وجديدة وبها تقنيات أكثر، فحضرتك مهندس برمجيات، ما هي البرامج اللي تساعد على ترتيب وإعادة صياغة مقاطع الفيديو أو الصور اللي تنصح بها المشاهدين أنه ممكن يقدرون يستخدموها تسهل عليهم؟ حقيقة شوفي هسه أنا راح أجاوبك فالجواب يمكن راح يكون يعني شوي راح يختلف. تمام. أنا بالأصل مو مهندس برمجيات. تمام. أوكي أنا مهندس ميكانيك، لكن دخلت ميكانيك لهذا العالم اللي هو عالم التصوير والمونتاج وغيره كهواية. تمام. تمام. وطورت نفسي عن طريق دورات اليوتيوب، بس أخذت كل شيء على حدة. حلو. أنا من يعني من الناس اللي اعتمدت على نفسها من الصفر حقيقة. يعني اللي أنا من الناس اللي يدققون على يعني من أشوف مثلاً فد فيديو أدقق على أي مقطع سينمائي أو شيء إنه هذا شلون صار، إضاءة كم صارت، صوته شلون صار، حتى من ناحية الأغاني وأصور شهد راح تأيدني بموضوع إنه أكو فرق كبير ما بين المطرب لما يغني وما بين الموسيقى اللي وراء اللي هي عالم ثاني. يعني فعلاً أنا من أسمع أغنية أنا أركز بالموسيقى أكثر من الأغنية ككل. تمام. فهذا هاي المواضيع تخلي الواحد يفكر ويدور على شلون صار هذا الفيديو وشلون اسوي مثله. من البرامج اللي هسه حاليا مستخدمه بشكل واسع على نطاق واسع سواء بالعراق او خارج العراق هو ادوب بريمير. نعم. اللي هو المونتاج، لكن انا قبل انا ما بديت حقيقه بالادوب بريمير استخدمت برنامج اسهل اللي هو فيلمورا. نعم. واتصور يعني استخدامه يكون مقارب لبرامج الموبايل هسه حاليا مال المونتاج البسيطه. نعم. وهذا هاي وحده من النقاط حاليا احنا ممكن انه نستخدم حتى الموبايل بالمونتاج. نعم. ممكن انه نصلح حتى نسوي له فلتر للصور وللفيديوهات ايضا باستخدام الموبايل هذا اللي هو يوفر لنا كل شيء تقريبا. نعم. طبعا اكيد عالم التكنولوجيا والتصوير وصناعه المحتوى ايضا هو صاير بحر، واكيد هو كل يوم في تجدد في اجهزه جديده وفي برامج جديده، واكيد الانسان حتى يبدع لازم يطور من نفسه ويكون دائما ابديتد ويا الاشياء اللي تنزل حديثه. احب اشكرك اسامه، شكرا على مشاركتك ويانا، واكيد احنا والمشاهدين استفادينا. شكرا لك. شكرا لك ونهارك سعيد. كل الشكر. كل الشكر. من موضوع التكنولوجيا خلونا ننتقل إلى خبرنا المنوع، وأنتم أكيد سامعين وإحنا كلنا سامعين بطائرات تحولت إلى مطاعم ومقاهي ومتاحف وحتى أماكن لإقامة الحفلات، لكن هالمرة تم تحويلها إلى فيلا فاخرة من قبل المطور وصاحب سلسلة الفنادق فيليكس والبالغ من العمر 31 عاما. اللي سواه فيليكس أنه هو قرر يشتري طائرة مهجورة نوع بوينغ 737 بعد شهرين من التخطيط. تم استخدام رافع تيان ومنصة ضخمة ومتخصصة ومرافق من الشرطة، وقاموا بتفكيك 50,000 مسمار، كل هذا حتى يقدرون ينقلوها إلى موقع ثاني جزيرة بالي الأندونيسية، حتى من جزيرة بالي الأندونيسية إلى موقع ثاني وهو جرف عالي على ارتفاع 150 متر فوق مستوى سطح البحر. واستغرق هالموضوع 5 أيام، والنتيجة حاليا إذا ندخل للطائرة حنشوف غرفة معيشة وسرير يتحول لأريكة، إضافة لغرفتين نوم مع خزانة ملابس واسعة. وهالطائرة حتكون متوفرة لاستئجارها والسكن بها مقابل $7,000 بالليلة. هل من الممكن أن تستأجرون هيج مكان فاخر وبهيج مبلغ لو صارتكم فرصة أو لا؟ شنو شهد؟ أنا شخصيا لا. حتى ما أفكر.
يعني هو آلي من دقاء يعني المبلغ مبالغ فيه صح؟ المبلغ يعني جدا مبالغ فيه. أفخم الأوتيلات يمكن شوية أقل؟ ممكن بالفعل، هي ممكن تكون تجربة فريدة لكن من هي نوعها. جميلة الهندسة مالتها بالفعل، هي ممكن تكون تجربة تجربة أنه واحد يسويها مرة بالحياة. ممكن شاهد أنه كمان عائلة ما أدري يتشاركون يروحون يقضون بها هاي ليلة واحدة مقابل 7000 دولار. هم لو يسووها أنه مثلا واحد يفوت ساعتين ويطلع بس كفضول، واحد يشوف هذا المكان شلون صاير من حب الاستطلاع والفضول، ولكن فكرة حلوة من نتفليكس. ممكن أكو بعض الأشخاص يعجبهم يجربون يخوضون تجارب مختلفة جديدة، فممكن هي هذه فرصة أن يقضون بها ليلة. بالفعل يعني أكو ناس تروح للفضاء مثلا حتى يعجبها تستكشف، اكو ناس يحبون يغوصون، اكو مثل ما شفنا اكو فنادق جوا البحر انه ناس تروح وتسكن، اكو عباره عن كهوف صارت هي عباره عن فنادق. فالظاهر اكو ناس عندها هيك هوايه وحب استطلاع ان هم يجربون وينامون باماكن ممكن تكون غريبه نوعا ما، حتى يقولون انه احنا عشنا وشفنا وسوينا هيك اشياء. وايضا هو المصمم لهذه الطائره هو ذكرتي انت انه عنده سلسله فنادق، فعنده يعني باك جراوند عن الموضوع، فما سواها اوتيل سواها فيلا واجارها بشكل يومي. من الخبر المنوع راح ننتقل مينا الى مدينه دهوك، وبالتحديد قضاء العماديه والمعروفه بانها منطقه اثريه وسياحيه يقبلون عليها الناس بمختلف فصول السنه وخاصه فصل الشتاء. واكيد موقعها المميز بين الجبال هو اللي يخلي الثلوج تساقط في بهذه المنطقه بكثافه. حنشوف شلون اهلها متعايشين مع الاجواء الثلجيه بهذا التقرير. طبعا عمادية بها هواية ثلج، يجيها هواية ثلج لأنها منطقة عالية من الجبل ويتجمد الأرض، ومرات ما نقدر نجي نفتح الدكان من الثلوج الهواية ويتجمد الأرض من يكون بيتنا بعيد ما نقدر نجي، والزبائن تقل بأيام الأرض من تكون متجمدة، فالزبائن تقل ما تجي ما تطلع من بيوتها، والعالم احيانا ما تحضر نفسها لهالكميه من الغاز على مج كل هالبرد، يعني ما نعمل حسابنا لكل هالبرد. الثلوج في العمادية تكثر في الشتاء بصورة طبيعية، لأن موقع العمادية العالي المرتفع يؤثر على سقوط الثلوج فيها، إضافة إلى أن المنطقة منطقة جبلية، أي يحيط بالعمادية سلسلتين من الجبال، هي جبال متين وجبال غارة، وتأثير هذه الجبال، وباعتبار أن العمادية واقعة في وسط هذا الوادي وسط بين السلسلتين الجبليتين، فلا شك أن هذه الطبوغرافية وهذا الجغرافية أثرت بشكل كبير على سقوط الثلوج فيها. والثلوج بصورة عامة في العمادية مصدر المياه للينابيع ومصادر المياه الجوفية التي يعتمد عليها كثير من الناس في سقي مزروعاتهم في فصل الربيع وفصل الصيف، فهذا أيضا من الكرامات أو هذه من النعم التي ينعمها الله تعالى على سكان هذه المدينة. فصل الشتاء بالعمادية يتساقط كلش بارد ويتساقط الثلوج بكثافة، لأن العمادية على جبل والدائرة مدائرها كلها جبال، يعني كلش باردة، يعني بس احنا متعودين على شو اسمه على هذا الجو، ما عندنا أي إشكال،
وفي يعني في بيوتنا يعني المدافع كلها أغلبهم مال الحطب. أولا نحضر ضفر أخشاب الحطب إيه نحضرهم، والأغذية الأخرى اللي عندنا التين وجوز وسمس هاي الأخ. شنو صعوبات فصل الشتاء يعني وقت الثلج بعمادية؟ شنو صعوباتكم؟ والله الجليد، يعني الجليد صعب إذا تيجي وتطلع الشمس، هذا صعب علينا. هكا مو صعب علينا، إحنا متمتعين كلش بالثلج. العمادية كما ترونها قد تزين بزين العرس، صارت بيضاء بكاملها بجبالها حتى في داخلها وأزقتها. العمادية تشبه القارات القطبية الشمالية والجنوبية في فصل الشتاء، لأن الثلج تتساقط فيها الثلوج كثيرة، ونعاني من برد قارس في هذه الفصل. نقضي ليالينا أكل الجوز والزبيب والتين اليابس وأشياء أخرى، نجتمع في البيت ونقضي ليالينا لأنها ليالي طويلة. أما في النهار البرد قارس جدا، فيصعب علينا الذهاب إلى الدوام، وعلى الأطفال إلى المدارس، وعلى جميع الموظفين الذهاب والإياب، فتكون صعبة جدا. فأما الباقي الذين يسكنون يبقون في البيت يخرجون في ساعة متأخرة من النهار، في الساعة 10 أو بعد 10 حتى 12. العمادية كما ترونها هي منطقة تاريخية، منطقة أثرية، منطقة سياحية، نحظى بالسياحة في الفصل الشتاء وفصل الصيف. الفصل الشتاء هناك كثير من الزوار يأتوننا من الجنوب العراق والوسط لرؤية الثلج والتمتع بالثلج. يعني جمال منظر الثلوج اللي شفناه بالتقرير اكثر من رائع ويشرح الصدر، ولكن كنا قاعد نتكلم تحت الهواء انا وشهد، انا من الاشخاص اللي ما اتحمل البرد نهائيا، وشهد وافقتني بالراي. انا ما احبه، بس يعني اعتقد انه بتفوت درجه الحراره مو كلش عاليه، فواحد مثلا هيك يروح ياخذ العائله ويروح يشوف هذه الاجواء الحلوه، خاصه العراق بلد يعني ما يشهد ثلوج، ما عنده ثلوج، فيشوفون هذه الاجواء انه جديده عليهم، اكسبيرينس حلو ممكن يجربوه. بالفعل بالفعل، طبعا هو واحد تجربه ممكن يروح انه يشوف الثلج يتونس، نشرب شيء ساخن وياها، وانا بالنسبه لي ارجع على بيتنا ادفى. طبعا مشاهدينا نحب نذكركم بسؤالنا تفاعلي، واللي هو شنو اخر مناسبه او واجب اديتوه لمن كان هذا الواجب. طبعا في كثير من الاشخاص مشاركينا بالواجبات اللي هم حاضريها، والحمد لله اكثرها واجبات فرح سواء كانت اعراس او مناسبات، بس لفتني تعليق من ام تقول كثرة المناسبات خلتنا مرات انه احنا نهمل بيتنا ونهمل اطفالنا. صحيح. نهمل امور مهمه، وهي نقطه جدا مهمه. طبعا بالفعل استحدثت كثير من المناسبات حاليا، يعني الطفل طلع سن صارت مناسبه، الطفل عرفنا انه جنس المولود صارت مناسبه، فبالفعل في كثير مناسبات مستحدثه ممكن تكون ثقيله على كاهل المعارف اللي حوالينا. فانا اللي اقول الواجبات والمناسبات المهمه اكيد احنا لازم نكون حاضرين لو كان باستطاعتنا، ولو كان الموضوع مو كلش مهم، احنا
عندنا اشياء مهمه بالعائله والاسره او بالعمل، فنشوف مو بالضروره ممكن احنا نعتذر عنها. بالتاكيد حسب مقدره الشخص اذا كان يعني يقدر يؤدي هذا الواجب او لا، لانه مثل ما ذكرتي مشاغل الحياه كثيره صارت، فبالمقابل احنا نقدر، لكن لما اشخاص احنا نحبهم نحب يكونوا موجودين ويانا بافراحنا. فمن مستمرين طبعا تقدرون مشاهدينا تشاركونا بارائكم وتجاربكم من خلال صفحه الشرقيه على الانستغرام، وراح ننتقل الى الاخبار. يسعد لي صباح سمراء. يسعد صباحك شهد ومينا. يسعد صباحك سمراء. اكيد بحضرتنا اخبار متنوعه، وانا شهد والمشاهدين نامل انه تكون يعني اليوم اخبار حلوه ان شاء الله. الطف ربما ان شاء الله. ان شاء الله. صباح الخير مشاهدينا، أهلا بكم إلى وقفتنا الأولى مع هذا الموجز الإخباري من برنامج صباح الشرقية، إذ اعتبرت دائما أخبار الزلزال الأكثر تداولا. اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن الزلزال الذي خلف أكثر من 37 ألف قتيل حتى الآن في تركيا وسوريا هو أكبر كارثة طبيعية خلال قرن تضرب بلدا واقعا فيما تعتبره منطقتها الأوروبية. وقال مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوغا خلال مؤتمر صحفي إنهم كانوا قد شهدوا على أكبر كارثة طبيعية في منطقة الفرع الأوروبي من منظمة الصحة العالمية خلال قرن، ولا يزالون يقيمون حجم هذه الكارثة. كانت تركيا أول مهمة إنقاذ كبيرة يشارك فيها المتطوع المجاري فيكتور هولتشر الذي يعمل خبيرا في تكنولوجيا المعلومات، ولن ينسى أبدا اللحظة التي قبض فيها على يد آسيا، الفتاة البالغة من العمر 17 عاما والتي تم انتشالها من تحت الأنقاض بعد مرور 4 أيام تقريبا على زلزال الأسبوع الماضي. وقال هولتشر البالغ من العمر 26 عاما إن مهمة الوصول إلى الفتاة تحت أنقاض مبنى سكني في بلدة كهرمان مرعش التركية بدت شبه مستحيلة. استغرق الأمر حوالي 8 ساعات لانتشال الفتاة ورفعها على محفة بعد أن حفر رجال الإنقاذ قناة ضيقة تحت الأنقاض. أعلنت سلطات إقليم كردستان إجراء مراجعة شاملة لضوابط البناء وتشييد العمارات وفق معايير عالمية تراعي الكوارث الطبيعية المحتملة. ويقول مسؤولون محليون في أربيل إن لجان الدفاع المدني كانت ولا تزال تراقب ضوابط تشييد العمارات، غير أن الزلزال الأخير تذكير بضرورة الالتزام بشروط السلامة في البناء. هدد معلمون في البصرة بشل العملية التربوية في مدارس المحافظة في حال استمرار تسويف الاستجابة لمطالب مربي الأجيال. وقال مشاركون في وقفة احتجاجية إن شريحة المعلمين محرومة من المخصصات والامتيازات على الرغم من الدوام في مبان أغلبها لا يصلح للتدريس. تتواصل فعالية القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي وتناقش نسختها 10 برنامج عمل حكومات المستقبل، مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار للتصدي للتحديات التي تواجه البشرية. وتجمع القمة التي تنعقد تحت شعار استشراف مستقبل الحكومات تجمع قادة العالم والخبراء العالميين وصناع القرار لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في تعزيز والازدهار حول العالم. ومن دبي ننتقل إلى سريلانكا. أعلنت الحكومة في سريلانكا فرض حظر كامل على المنتجات البلاستيكية المعدة للاستخدام مرة واحدة وغير القابلة للتحلل، وذلك في إجراء لحماية البيئة يرجع جزئيا إلى نفوق الأفيال البرية والغزلان بسبب النفايات البلاستيكية. يأتي هذا الإجراء بعد خبراء عينت قبل 18 شهرا لدراسة تأثير النفايات البلاستيكية على البيئة والحياة البرية. وتحظر سريلانكا الأكياس البلاستيكية غير القابلة للتحلل منذ العام 2017، وذلك بسبب مخاوف مرتبطة بالفيضانات. ربط أكثر من 70 من الأزواج في تايلاند العقدة على ظهر الأفيال خلال حفل زفاف جماعي خاص بعيد الحب في مقاطعة
جونيوري الشرقية. رقص فنانو الآداء والفيل الصغيرة لقيادة موكب في حديقة نونغنوش الاستوائية، حيث وصل المزيد من الأفيال التي تحمل أزواجا إلى العرض. حفل الزفاف الشهير على ظهر الفيل هو حدث سنوي يقام في الحديقة النباتية، والذي عادة ما يشهد مشاركة ما يصل إلى 100 من الأزواج خلال أوقات ما قبل الجائحة. ومن تايلاند إلى الصين، بدأت الشرطة في مدينة تشونغ تشينغ الصينية باستخدام السناجب المدربة للكشف عن عمليات تهريب المخدرات. وتبع لوسائل إعلام صينية، فإن لواء تدريب الكلاب التابع لمفرزة الشرطة الجنائية نجح بتدريب الدفعة الأولى من السناجب والتي يمكن الاعتماد عليها لعملية كشف تهريب المخدرات. إذن بهذا الخبر نصل إلى ختام هذا الموجز، نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الشرقية مع شهد ومينا. إليكما. يعني سمراء، أخبار أكيد متنوعة، ولكن كلش جذبني الخبر اللي يتكلم عن البلاستيك وحجب استخدام البلاستيك. إحنا اليوم قاعد نتكلم حلقتنا عن الواجبات بالمناسبات، وأكيد إحنا من واجبنا تجاه البيئة والكرة الأرضية اللي عايش عليها إنه إحنا نحافظ عليها. فأنا أتمنى إنه هذا القرار يطبق بكل الدول، لأنه فعلا الأمر زاد عن حده. سمراء، موضوعنا اليوم إحنا عن المناسبات وحضورها، وإذا كان عندك واجب وأحد تردي، هل أنت من الأشخاص اللي كل ما احد مثلا اعزمك سواء بفرح او غير فرح لا سمح الله، هل حريص على انك دائما تكونين حاضره وتؤدين هاي الواجبات او لا؟ على حسب، وعلى حسب المناسبه. في مناسبات ربما لا يمكن الاعتذار عنها، ولاشخاص قريبين ويهموك يعني بالفعل. باقي المناسبات مثل ما ذكرتي، جنس المولود، طلع سن، اخذ شهاده الابتدائي، هذا لا بعتذر بطريقه لطيفه. وانا نفسي لا، يعني هذه المناسبات لا ما اسويها، لا لا. يا مناسبه كبيره ويعني يتطلب الامر يستاهل انه انت تعزم الناس، أو ما في داعي يعني. بالفعل. شكرا لك سمراء، يومك سعيد. ويومكم أسعد. طبعا مشاهدين، نحب أذكركم سؤالنا تفاعلي، واللي هو هل أنتم الأشخاص اللي تحرصون على أداء الواجبات وتحضرون المناسبات أم لا؟ ولمن كانت آخر مناسبة حضرتوها؟ طبعا تقدرون تشاركونا بمناسباتكم والأشخاص اللي زرتوهم عن خلال الكيو آر كود اللي ظهر أمامكم على الشاشة، واللي يقلكم مباشرة إلى صفحة قناة الشرقية. أيضا للأشخاص اللي حابين يشاهدون الحلقة أو فاتتهم الحلقة وحابين يشاهدوها مرة ثانية، تقدرون من خلال اليوتيوب أتابع لقناة الشرقية تقدرون تشاهدون هذه الحلقة وكل الحلقات اللي فاتتكم. بمناسبة موضوعنا اليوم اللي نتحدث فيه، أنا كنت أقرأ بعض المشاركات والتعليقات من الجمهور. نعم. أكو بعضهم يعني يقول لك أنا من أسوي شيء خيري أو واجب ما المفروض أحكي به. أكو ملاحظة كل شيء بسيطة أريد بس أذكر بها، أنه هذه مو أعمال خيرية، وإنما هذا واجب أنه رده لصاحبه. هي مثلا ممكن تكون مناسبة، ممكن أفراح، ممكن أحزان، ويعني هذا كل الموضوع وليس ماديا. فبعض يقول اللي يسوي خير لازم ما يقوله وما يحكي به، لا هو مو هيك الموضوع نهائيا تماما ابدا. احنا موضوعنا عن انه رد المناسبات وحضور المناسبات سواء كانت منها الافراح مو اعمال خيريه، مو بالفعل مو الاعمال الخيريه، سواء كانت مناسبات الفرحه ام غير الفرحه. طبعا شاهد اكو نقطه في كثير من الناس، اذا احنا مثلا عزمونا او انه طلبونا نلبي دعوه، وسواء إن كان عندنا ظروف صعبة وإحنا ما قدرنا نلبي هاي الدعوة واعتذرنا بأسلوب حلو، في نوع من الأشخاص يعتب ويزعل ويضوج ويصير يحكي بين الناس انه فلان اني وقفت له وفلان اني سويت له وما انه ما حضر فرحنا وما حضر. فممكن هذا الشيء يكون شويه صعب انه الناس تتقبله، يعني خاصه اذا كان الشخص عنده ظرف طارئ وما قدر انه هذا يلبي. فالعتاب مرات يكون هو فعلا على قد المحبه، ولكن ممكن يكون مزعج للشخص اللي يعتذر. بالضبط، لازم اكو شيء اسمه تقدير، انه اني اقدر ظرفه، اقدر وضعه، اقدر نفسيته، ممكن يكون نفسيته تعبانه فما يقدر يحضر. فهذه كليتها لازم نخليها احنا بعين الاعتبار ونقدرها. ننتقل منا الى اربيل، الى استوديو اربيل، معك لزار وعزيز. يسعد لي صباحكم. يسعد صباحكم. يسعد صباحكم بنات وصباح كل مشاهدينا. طبعا موضوع استطلاعنا اليوم جدا مهم للناس اللي مرات يخلون الواجبات اخر اولوياتهم، لكن هو الواجبات واداء الواجب هو لازم يكون من اهم الاولويات بحياتنا للاشخاص اللي قريبين علينا، اللي دائما نشوف بالوقفات هم ويانا، بالمواقف الحلوه والمو حلوه
هم يكونون ويانا، فبالمقابل احنا اقل شيء نسوي انه نقدر نرد لهم الواجب بشكل حلو وبشكل مناسب لهم. ومثل ما ذكرتوا انتوا، الشخص مرات من تعزم على مثلا مناسبه شيء ما يجي اكيد الا ظروفه، لكن العتاب همينا بقدر المحبه انه احنا نحب انه الشخص يكون موجود ويانا. صحيح. بس دائما نحب احنا دائما الاشخاص مو بس بالاوقات الحلوه يكونون ويانا، لا نعم. وانما بالاوقات المره همينا حتى تكون بوقتين هم ويانا. فاني رايي بالموضوع هذا الواجب جدا مهم للواحد، واني من النوع اللي كلش احب ادي الواجب. نعم. وقبل بشهر اشتري الهدايا واسوي باكج وكامل حتى من اكون بس يوم الموعد اكون. نعم. حاضره ونروح مثلا لفلان واجب وناديها كلش ملتزمه بهالشيء. حابة اعرف رايكم انتم شنو رايكم؟ مثل ما ذكرتي جلزار، الاشخاص القريبين والمناسبات المهمه فعلا واحد لازم يكون محضر نفسه ويكون مستعد ومتاهب على انه يحضرها. ولكن مرات مثل ما ذكرنا اني وشاهد خلال الحلقه، في مرات مناسبات كثرت فواحد صعب انه يترك اشغاله واعماله وانه يظل يلتفت يلبي الواجبات. اني احب اصبح على عزيز واريد اساله، عزيز شنو كانت اخر مناسبه انت حضرتها ومن كان الشخص؟ صباح الخير. صباح الخير جلزار، صباح الخير عليكم بنات. صباح الانوار. اخر مناسبه ما قدرت احضرها يعني بسبب الانشغال، فقررت انه اوجه عزيمه او دعوه عشاء لاصحاب هذه المناسبه. نعم. حتى انه مثل ما نقول باب من ابواب التعويض. بس خلي فد موضوع اساسي او ركز على موضوع كلش اساسي، اللي هو انه مثلا انا اليوم اذا اديت واجب للشخص الفلاني، ما مجبر الشخص الفلاني اني ادي واجب هم اتجاهه. يعني مثلا اذا انا مثلا قدمت له هديه وهو مثلا نسى يقدم لي هذه الهديه بيوم من الايام، اوكي خلاص يعني اسامحه وانسى هذا الموضوع. انا بالنسبه لي هذا الموضوع هيك، لانه يجوز لكل شخص مثل ما ذكرت جلزار له ظروفه المعينه ولا مثلا انشغالاته بالحياه. فاليوم انا اذا اقدر اقدم والمقابل اذا يقدر يقدم هم خلي هلا بي. طبعا عزيز انت ذكرت نقطه جدا حلوه مهمه، انه احنا في حال اعتذرنا عن حضور مناسبه معينه ممكن انه احنا ندز هديه، ندز ورد نوعا ما كتعويض على تعبير عن اسفنا وعلى انه احنا ما قدرنا نحضر. فممكن التفاته جدا حلوه انه احنا نبعث ورد او نبعث هديه حتى نسعد نوعا ما الشخص ونذكره ونقول له انه احنا متذكرك وكنا حاضرين معك حتى لو جسديا، فبالروح وبالعقل احنا وياكم. طبعا اني وشهد خلصنا فقراتنا مي ان دبي، ومنتقلين لكم عزيز وجزار حتى نشوف فقراتكم لكم الجاي. شكرا لكم بنات على كل ما قدمتوه. بالتاكيد مشاهدينا الكرام راح نكون مستمرين وياكم بحلقة اليوم، وذكركم بسؤالنا التفاعلي، ما هو اخر موقف ساهمت باداء الواجب فيه ولمن كان؟ واجابه السؤال راح تكون عن طريق صفحة قناة الشرقية على الانستغرام. طبعا نقرأ البعض من تعليقاتكم ويا جلزار. هنا مروة تقول أني آخر فترة بيت يعني أقاربي رجعوا من العمرة، رحنا أدينا الواجب وأخذنا حلويات وشغلات. طبعا كلش حلو أنه اليوم مثلا من ناس راجعين من السفر، من مثلا من الأماكن اللي إحنا صار لنا زمان ما شايفين، همينا هاي الواجبات همينا تخلينا قريبين من الناس وهمينا نلتقي بهم وهمينا ناخذ شيء بسيط ويانا. طبعا يا جلزار، بس بنفس الوقت يعني هي تقدم هي كلش هوايه ومتنوعه. أكيد. احنا نحاول نوظف كل هديه نعطيها او كل مثلا دعوه عشاء نوجهها بحسب المناسبه اللي كنا معزومين عليها او معزومين لها وما قدرنا نروح. اكيد اكيد عزيز. اذا مشاهدينا نرجع نقرا تعليقاتكم وارائكم حول الموضوع، لكن خليكم ويانا هسه ننتقل الى ضيفتنا. الجراحه الروبوتيه او الجراحه بمساعده الروبوتات تساعد الاطباء باجراء عمليات المعقده بدقه ومرونه مقارنه باستخدام التقنيات المعتادين عليها والتقليدية. وتنضم ويانا بالاستوديو ضيفتنا لليوم اختصاصية الجراحة العامة الدكتورة زهراء أحمد حتى تحدثنا أكثر تفاصيل عن الروبوتات ودورها في الجراحات الحديثة، إضافة لإيجابياتها وسلبياتها. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحك دكتورة. أهلا وسهلا. دكتورة قبل ما نبلش حديثنا بهذا الموضوع، موضوع الروبوتات والتكنولوجيا، احنا يوميا نتطور ما شاء الله. أكيد. بس أداء الواجبات خلينا نقول العزائم وهاي التفاصيل. شو وقت أخير مرة أديتي واجب وشنو كان هذا الواجب؟ آخر مرة ما أتذكر الواجب اللي أديته لأن كثرة الانشغال، إحنا الأطباء عندنا مشكلة. أكيد. بالانشغال. يعني خفارات بالعمليات،
فنحاول قدر الامكان يعني نأدي الواجب بس احنا لا اني فاشلة بهذا الموضوع. انتوا لا ان شاء الله يعني واجباتكم معروفة أكيد. تجاه الحمد لله تعاطفكم ومرضاكم ومراجعيكم وادائكم للعمليات الجراحية باتقان وبدقة كلش عالية. طبعا قبل ما نبلش كل حديثنا شكرا لكل الجهود المبذولة من قبلكم. شكرا لكم. اذا دكتورة اليوم حابين نعرف شنو هي الروبوتات اللي جاي نسمع بيها أو ما هي الجراحة الروبوتية؟ الجراحة الروبوتية هي واحدة من التقنيات اللي تطورت بعد الجراحة المنظارية وهي نوع من التطور بعد الجراحة المنظارية. نستخدم بها الروبوت كمساعد للجراح. أكو هواية من يسمعون الروبوتك سيرجري عبالهم الروبوت هو اللي يشتغل العملية ولكن الروبوت هو يساعد الطبيب حتى انه نحصل على عمليه ادق. فالروبوت هو عباره عن كاميرا وشاشه كمبيوتر تكون امام الجراح تسوي له المكان اللي يشتغل به الجراحه ثلاثي الابعاد يصير فيكون ادق ويكون افضل من العمليات التقليديه. حلو. زين تقنيه الجراحه شلون تصير بهاي الحاله؟ يعني هي خلينا نقول موضوعها الجراحه حال موضوع الجراحه الناظوريه لو يختلف اختلاف جذري. هو الجراحه الروبوتيه عباره عن ذراع يستعمله الجراح، طبعا بالذراع اكو شلون نقول احنا الادوات الجراحيه الدقيقه تحدد لك المكان اللي تشتغله بالجراحه، تساعد هذه الطريقه انه تكبر المساحه مال مثلا لنفرض انه احنا بدنا نشتغل بالكبد، من راح ندخل بالروبوت راح يكون الكبد كلش كبير فبالتالي راح تكون الجراحه ادق. طبعا افضل انواع الروبوتات اللي طبعا صرحتها منظمه الصحه والغذاء هو دافنشي روبوت اللي هو جاي من العالم من الرسام دافنشي ليوناردو دافنشي. انت تحب الرسم فتعرف دافنشي. دافنشي اللي تميز برسمه انه كان يرسم الانسان بادق التفاصيل فمن عنده اجت تسميه دافنشي. فهو افضل انواع الروبوتات هو دافنشي. حلو تمام. طيب دكتوره حابين نعرف فوائد وسلبيات الجراحه الروبوتيه، شنو هي فوائدها وسلبياتها؟ هو طبعا انت كل ما تستعملين شيء ادق راح تقل السلبيات. فوائدها انه الم اقل، نزف ماكو، يكون نزف اقل، فرصه انه يصير عندنا التهاب بالجرح او مكان العمليه يكون كلش اقل، بالاضافه الى انه احنا راح نستعمل ثقوب كلش صغيره اللي هي تقريبا 1 سنتيم، فهذا راح يفيدنا بالندب اللي راح تصير، لان عاده احنا بالجراحه المنظاريه ايضا نستعمل ثقوب صغيرة. هذه الجراحة الروبوتية تكون بعد أصغر يعني فتكون الندب أصغر. أها زين. موضوع الإيجابيات والسلبيات ينحصر بخانة واحدة لو إلى هواية يعني مثل ما نقول سوى طفرة نوعية خلينا نقول بعالم الجراحة. طبعا أكيد. وخلى مثلا أكو عمليات مستعصية يجوز إرادتنا فالتدخل الجراحي كلش عميق. بالإضافة. هذه الروبوتات سهلت عليكم هذا الموضوع؟ أكيد. هو أنت كل ما يتطور العلم وتتطور الجراحات كل ما تبتعد عن الجراحات التقليدية أنه تفتح بطن أو تفتح جرح بطول مثلا 10 سنتيم تختصره بثقب بقد 1 سنتيم، طبعا هذا يسهل عليك أولا الدقة وثاني شيء أفضل للمريض لأن فترة النقاهة راح تكون أقل. صح. المريض ما يحتاج يقعد بالمستشفى فترة طويلة يعني 48 ساعة بالزايد يقدر يمارس حياته طبيعي، فاحنا كل ما نرجع المريض اسرع لحياته الطبيعيه افضل. الجراحه الروبوتيه وهي طبعا مو موجوده بالعراق بس احنا حبينا انه نتطرق لها حتى انه يا ريت انه تكون مستقبلا موجوده لان هي جراحه دقيقه جدا النتائج مالتها روعه ولكن تحتاج الى كل فعالية تحتاج إلى طبعا كل جهاز كذا مبلغ. صحيح. فيحتاج أنه نطور هذا المجال. إحنا العراق معروف بالجراحين المبدعين يعني كل جراح عندنا يشار له بالبنان فنحتاج هذه الجراحة الروبوتية تنضاف لنا
حتى نبدع أكثر إن شاء الله. طيب دكتورة نسألك همينة عن الروبوتات، الدكاترة أو الأخصائي الجراحيين همينة لازم قبل يعني لي يستخدمون الروبوت هذا الجراحي همينة لازم يفوتون دورات يعني أو أكيد. يكون عندهم مثلا أو جزء من دراستهم تكون يعني شلون التفاصيل حتكون بهالطريقة؟ هي الجراحة الروبوتية مثل الجراحة المنظارية يضاف إلها أنه تدخلين دورات خاصة بالجراحة الروبوتية زين. وتحصلين على تريننج مضبوط وتقدرين تستعملي مثل أي أدوات جراحية أخرى زين. احنا كل العمليات الجراحية نقدر نسويهم بالروبوت لو خلينا نقول بس الحالات المستعصية اللي يراد لها في التدخل خاص تلجؤون بها لهاي المرحلة او بالمستقبل القريب والبعيد تستخدمون الروبوت حتى يسهل عليكم عملية او العملية الجراحية. هو الروبوت دخل بكل مجالات الجراحة، بالنسبة لي أنا كجراحة عامة نقدر نستعملها بجراحات رفع المرارة، جراحات القولون والأمعاء، جراحات الكبد، نقدر نستعملها بالجراحات النسائية، بجراحة القلب، كلش مفيد إنه تغيير صمامات القلب وغيرها. هذا بالدول الأخرى كلش دا يعتمدون على الروبوتات. بالإضافة إلى العفو استئصال البروستات وغيرها كجراحة بولية. طيب بعض عفوا دكتورة جراحات السرطان أكثر شيء ممكن أنه نبتعد عن الروبوت في بعض الحالات، ولكن في بعض الحالات الأخرى لا نقدر نستعمل الروبوت. زين يعني هو يستخدم للتكميم المعدة أو تغيير المسار هذا كله افضل من الجراحه المنظاريه لان قلت لك فتره النقاهه اقل. اوكي زين على طار الدقه شوفي اغلب الاطباء وانتم كجراحين من تجون مثلا عندكم اكيد مواد عمليه ونظري من تجون تطبقون المواد العمليه حتطبقوها بعمليات تشريح ودقيقه اكيد دقة هذا الجهاز قد تكون اقوى من دقتكم يعني ويجوز بالمستقبل القريب والبعيد تقومون مثلا ما تدرسون هذا التشريح تقومون تدرسون آلية استخدام هذه التكنولوجيا بعمليات يعني التشريح. لا هو الروبوت اللي دا نستعمله هي راح يكون السيطرة عليه من بإيد الجراح فاللي راح يتحكم به هو الجراح أوكي. لأن أنت من راح تلزم المقبض مالته أنت اللي راح تحركه طبعاً فطبعاً أنت من أكو تريننج مضبوط للجراح هو اللي راح يكون مسيطر بالساحة يعني الروبوت ما له علاقة خطية يعني مجرد أنه إحنا نتحكم به هو سكيل يعني سكيل سكيل بالضبط أي زين. فحالة من حال أي أدوات جراحية أنه أنت تستعمل مثل ما تستعمل المقاص المشرط وغيره. طيب دكتورة الإجراءات المريض اللي لازم قبل لا يدخل العملية بما أنه هو يكون روبوتية يعني هم أكو إجراءات نفس الإجراءات العادية للعمليات العادية اللي أكو اختلاف نفس الإجراءات لكن إحنا نأخذ تاريخ المرض للمريض بعض يعني المرضى ما يرهم لهم الروبوتك سيرجري لأن يعني نوبات أكو فترة العملية تكون شوية تكون طويلة فممكن ما يرهم للروبوتية فنأخذ تاريخ كامل للمريض ونشوف إذا هو يوالمه أو لا حلو. يعني من الممكن أن تخفق الروبوتات بأداء العمليات الجراحية؟ لا طبعا لان هو بسيطره ايد الجراح هو ايد الجراح اللي تشتغل فكل ما يكون الجراح ماهر هو اللي راح يكون يحصل على نتائج افضل بالنسبه للتكاليف الخاصه بالعمليات يعني هذا الموضوع راح يعلي من تكلفه العمليات الجراحيه يعني مثلا ايا كانت هذه العمليه هو طبعا من سلبيات الروبوتك سيرجري هي الكلفة العالية سواء كتريننج للطبيب سواء تريننج للستاف اللي راح يشتغل بالعمليات بالإضافة إلى قلت لك كلفة الجهاز يعني تقريبا كل جهاز مليون ونص دولار أوكي. تقريبا فطبعا تكون كلفة العملية على المريض تكون أعلى ولكن النتائج أفضل حلو. حلو طيب دكتورة مثلا قلتي هسه حاليا الروبوت ما موجود ما عندنا بالعراق اذا يكون موجود شلون راح يعني يكون اقبال الناس عليه هل ممكن يتقبلوه او يقولون لا مثلا عندنا نخاف مو مثل ايد الدكتور فشلون راح يكون الآلية هو هذا راح يجي دور
يعني قناة الشرقية أولاً كسوشيال ميديا أنه إحنا لازم نلعب دور شلون نثقف المريض عن الروبوتك سيرجري، عن الجراحة المنظارية. الجراحة المنظارية من بلشت هم كانوا يخافون من عندها أنه شلون وتنفخ البطن وتدخل بأداة، فهو كل شيء يبدي بتثقيف المريض. ثقفين المريض عن هذه العمليات شلون راح تصير، انه هي بايد الجراح مو بايد الروبوت، يعني مو الروبوت الالي اللي راح يشتغلني. صحيح. نشرح له انه النتائج العمليه شنو اللي يفرق العمليه التقليديه او العمليه الروبوتيه. طبعا. فهو هذا اللي يلعب دور انه هو السوشيال ميديا بالاضافه الى الاطباء. طبعا بنفس الوقت احنا ندعم كل شيء ايجابي يصب بمصلحه المجتمع، لان احنا اليوم غايتنا هو مثل ما نقول تاكيد المعلومه على المجتمع، بنفس الوقت احنا بنستفاد من كل المعلومات اللي نتطرق لها. موضوع اخر اللي هو موضوع تخدير المريض، يعني بهالحاله راح يبقى موضوع التخدير ملازم للمريض يعني وين ما يكون؟ انت قلتي يمكن تجرون العملية عن طريق ثقب يصير بداخل جسد المريض، مو صح؟ أي. بهالحالة ما توقع تحتاجون بنج، لو عملية البنج هي ضرورية جدا بكل العمليات. طبعا ضروري، هو بنج عام لازم يكون، لأن احنا من راح ندخل بالثقوب راح ننفخ غاز بداخل جدار البطن. أوكي. داخل جدار البطن حتى انه ينطي يعني مساحة أوسع للطبيب حتى انه يشوف مكان العمليه. فطبعا نحتاج التخدير العام اكيد. ما بي سايد افكت هذا الموضوع، موضوع الغاز لا هو مثل الجراحه المنظاريه، احنا هم ننفخ غاز بالجراحه المنظاريه بس راح يحس بعدم راحه بعد العمليه، فقط يحس مثل التشنجات بالجسم مالته فتره يعني اول يوم وخلص. زين الروبوت اريد اسال انه هم من راح يدخل بعالم التجميل لو فقط للعمليات او الجراحات اللي تكون معقده؟ هو اكيد الروبوت هسه صار ثوره مثل اي شيء بثوره حاليا، يعني احنا اول روبوت سمعنا به هو بال 1400 وكذا، وتطور مثل اي شيء مثل التليفونات مثل الجراحات مثل هاي، فاكيد ممكن انه راح يوصل مرحله انه نشتغله بالتجميل. اختصاصيه الجراحه العامه الدكتوره زهراء احمد، شكرا لك وشكرا لكل المعلومات اللي تكلمت بها. شكرا لك لتواجدك ويانا. شكرا. مشاهدينا الكرام راح نكون مستمرين بحلقه اليوم، ونذكركم بسؤالنا التفاعلي، ما هو اخر موقف ساهمت باداء الواجب فيه ولمن كانوا؟ بالتاكيد راح نقرا البعض من تعليقاتكم شاركتونا بها على صفحه قناه الشرقيه على الانستغرام. اكيد. محمد يقول اني ابن اخويا اجى للدنيا ونطيتهم هديه، كبر ابن اخويا اجاني وقال لي اريد الهديه اللي نطيتها لاهلي لانه اهلي ما انطوني اياها بذاك الوقت. الله، ايش ذكرك؟ ايش ذكرك بالهديه اللي هذا ماكو هيك شيء، هذا مستحيل. مثل هذا اللي يقول ماما جيبي فلوس العيد يا اضم لك اياها بعدين من تكبرين انطيك اياها، مو؟ صحيح. طبعا هنا انا عندي ندى تقول اني البارحه كانت عيد ميلاد صديقتي، اديت الواجب بشكل ممتاز، همينه حلو. مرات اداء الواجب يختلف من شخص لاخر، خصوصا اللي عندهم هوايات. اكيد. واللي عندهم يعني تعرفين هسه مثلا اذا انا رسام واروح العرس قريب من اقربائي، ماكو داعي مثلا انطيفه شيء انا مشتريه، اقدر انا اسوي له لوحه او رسمه خاصه بي. ومثل ما قلنا انه للاشخاص هوايات، وهوايه زهراء بتصميم الازياء وحبها للرسم خلاها تتعمق ب يعني بهذا المجال بصوره كلش عاليه. صناعه الاعمال اليدويه هو مجال هو المجال اللي خلاها تندمج، والمجال اللي خلاها تحب عملها بصوره سهله. تشتغل بمشغل خاص بالخياطه وتسوي تصاميم تلائم الطلبات حسب المواسم. دعم للصناعه الوطنيه وحتى تسهل اليه تطوير الايادي العامله النسائيه. خلينا نروح وياكم ونشوف هذا التقرير الخاص بزهراء. هوايتي لتصميم الازياء والرسم، وحاليا افتتحنا المشغل الخاص بالخياطه وتصميم الازياء حتى نطور من الايادي العامله النسويه، انه افتتحنا هذا حتى نخلي الصناعه الوطنيه انه احسن مما نستورد من الخارج،
فالصناعه الوطنيه احنا يعني قادرين انه احنا نخيط ونسوي تصاميم احنا ونصدرها. يعني هسه حاليا موسم تخرج وهاي، فتجي طلبات على زي التخرج وقبل زي المدرسي، يعني كل موسم بموسمه، ومن غير الطلبات الخاصة اللي هي يعني مثلا ملابس السهرة أو العادية، يعني هاي طلبات مستمرة الحمد لله. نطمح إنه اسم المشغل وصناعتنا إنه توصل لأكبر عدد من المحلات والتجار، حتى من يشوفون شغلنا ما يستوردون من الخارج، وإنما يشوفون شغلنا كفوء وإنه يقدر نسد حاجة الناس وهاي بشغلنا يعني المضبوط. يعني حاليا بالنجف يعني أشوف الأكثر إقبال على الخياطة والتصميم وهاي، يعني الأغلبية دي تقول إنه زين إنه أكو هيك مشغل، إنه أي فكرة بالنا تتنفذ، أو المشاريع الصغيرة اللي يريدون مثلا يسوون أوشحة أو يعني اللي يبدي مشروع من الصفر فيبدي ويانا يعني. مثلا العبايات هسه احنا حاليا اجتنا كذا مصممه يعني سوينا لها انه تصاميم هي من عندها واحنا نفذنا لها، ويعني انه بلشنا وياها. او مشروعنا ايضا يدعم المرأة العامله، وحتى نوفر يعني الملابس باقل كلفه للعوائل المحتاجه والمؤسسات الخيريه ايضا، فنوفر لهم يعني اي شيء هم يحتاجوه باقل كلفه. أشتغل خياطة بالمشغل. انفتح هذا المشغل قبل سنة تقريبا، كان الدعم به خاص، والكادر به كان بالبداية يعني كادر بسيط، شوية شوية صار أكثر من 10 خياطات به. اشتغلنا بالمشغل وكانت ويانا زينب المالكي مصممة، التحقت ويانا. نعتمد على تصاميمها أغلب الأحيان، نعتمد على تصاميمها بالعمل. تصاميمها حلوة، شغلها مرتب، والحمد لله والشكر بالعمل. ده تجينا طلبيات فردية وبالجملة ده ننفذها، وعملنا ده يتطور، والكادر أيضا هم ده يكثر، والحمد لله والشكر. يعني ده نمول نفسنا ونكتفي بهذا العمل، يعني نكتفي ذاتيا. بالإضافة إلى شغلي بتصميم الأزياء والخياطة بالمشغل، هنا أرسم وأسوي أعمال يدوية، رسم على الدجاج ورسم على الكبرات على الجناط حسب. بديت بهوايتي بالرسم من كنت صغيرة، يعني بالابتدائية هيجي كنت يعني من ينطوني مثلا لوحة إنه أرسم منظر طبيعي. أنا من الصغر لا، كان المنظر الطبيعي إنه كل شيء يجي بارز إنه حلو، واستمريت من الطفولة إلى أن كبرت، طورت نفسي بنفسي، تعلمت أكثر باليوتيوب وهيك سوالف، فطورت نفسي بمجال الرسم إلى أن فقمت أوازن بين الرسم وتصميم الأزياء. هنا بالبيت إذا أكو طلبات فساتين حفلة، فيكون الشغل اليدوي هذا أنا أشتغله بإيدي، يعني لأن حتى يطلع التصميم بالمضبوط مثل ما أنا أريد. أي فهاي بالتصميم، والتصاميم أنا أرسمهم يعني هنا أنا أكمل، وبعدين أوديهم مكان للمشغل هناك يخيطوا لي. الرسم أكثر شيء أحب اللوحات التجريدية اللي بيها هيك كوم ألوان، فأخلي بيها يعني إنه معنى، وبنفس الوقت إنه أعبر بيها عن الألوان وها. فهسا أغلب اللوحات هي كلهم ألوان يعني أكثر شيء، ف أكو بعضهم مثلا تتحدث عن الألم، أو بعضهم لا عن حب الحياة وهيك، فكل واحدة يعني تتحدث عن شيء، بس الأكثر شيء إنه هي بيها ألوان وهيك مفعمة بالحيوية. وأرسم بكذا شيء، يعني أرسم بالأبهارات، أرسم على الصحون، على الأكواب، على الخشب، وعلى الجلد، على الملابس أيضا، يعني جميع أنواع الرسم حسب يعني اللوحات يعني. فكل مرة أحب أنوع، ما أحب التزم بنوع معين، يعني مو بس إنه اللوحات اللي على الورق، لا أحب إنه أنوع حتى كل مرة نضيف فكرة جديدة ونسوي يعني لوحات متنوعة.
إذن مشاهدينا رجعنا لكم من بعد التقرير اللي جدا ممتع بصراحة. اليوم بنشوف الأيادي الجميلة اللي جاي تسوي الشغلات الحلوة اللي دائما الموهبة تكون مستمرة، خاصة إحنا مثل ما نذكر عزيز الشغلة اللي تكون بالإيد يعني تكون لها قيمة خاصة كلش يعني صحيح. كلش عالية طبعاً. فإحنا اليوم نشكرهم ودائما إحنا نكون ندعمهم وبهيجي شغلات حلوة، فيا ربي كل الموفقية لهم ولشغلاتهم الحلوة. طبعا إحنا موضوع الهاند ميد حتى مثلا من نسوي زيارات الدول أو نروح المناطق أو محافظات نحب ناخذ فتشي تذكار منها بالضبط نروح للاشياء الهاند ميد، فما بالك اللي ايه اللي تمثل تراث هذه المنطقه واللي تمثل تاريخ هذه المنطقه. طبعا راح نكون مستمرين وننتقل وياكم لاخبارنا المنوعه لليوم، ونبدي باول خبر وهو بظل الاحداث اللي مرت على سوريا وتركيا. الزلزال اللي وقع الاسبوع الماضي لان الكثير من الشركات تسارعت بابتكار او ابتكارات تساهم بانقاذ الارواح مستقبلا. قاموا الصينيين بتصميم سرير الزلزال المزود بحساسات تستشعر حركة الاهتزازات أو الاهتزاز اللي يصير بالمنزل. بمجرد حدوثها يتحول السرير مباشرة إلى صندوق من الفولاذ القوي اللي يتحمل أطنان من الركام وينغلق على الشخص اللي ينام عليه وينقذ يعني ينقذ هذا الشخص من الخطر، ويحتوي بداخله على مؤونة كافية من أدوية وأطعمة ومشروبات وأدوية طبية تبقي على قيد الحياة لمدة أسابيع. وهالسرير أيضا مزود بجهاز نت عالي السرعة وجهاز جوال للتواصل مع أهله أو الطوارئ. وتباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض على هالتصميم، بعضهم أيدوا الفكرة وحبوها والبعض الآخر قالوا أنه هذه التقنية هي مرفوضة رفضا قاطعا، أو يقولون شلون الشخص مثلا راح يبقى بداخل هذا الصندوق. فأنتم شنو رأيكم بهذه الحلول اللي قد تساهم بإنقاذ الكثير من الأرواح بالمستقبل القريب والبعيد؟ طبعا عزيز هو هم حتى أكسجين بي هاي مثلا بطاقة الأكسجين، الإسعافات الأولية، ماي كل هاي. بعد ما شفنا الزلزال الكارثي بصراحة احنا نحتاج كل هاي الشغلات تكون متوفرة عندنا يعني، وخاصة للدول اللي متعرضين دائما للزلزال مثل ما سووا الجماعة هاي يعني الفود بوكس وكل شيء بي. بس همين مرات تشوف انه مثلا هالسرير اذا يروحون عليه أطفال ويقمزون خاصة أطفالنا. هذا غير شكل، هذا شكل يختلف عن الشكل اللي قبله، هذا أبو نفر أبو اللي شخصين يعني. جدا جميل. إذا مشاهدينا ننتقل إلى خبرنا التالي. ألقت الشرطة الروسية على رجل قدر يحتال على مجموعة من الناس وقناعهم بقدرتها على تحويل الأوراق السوداء إلى دولارات حتى يسلبهم أموالهم بطريقة غير غريبة. من خلال هذا المقطع الفيديو اللي تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومثل ما بنشوف على الشاشة هو أنه غطى بعض الأوراق النقدية الحقيقية بطلاء أسود وغسل هذه الطلاء ببساطة عنها أثناء تصوير الفيديو حتى تبين وكأنها تتحول إلى نقود، وتواصل معه شخص آخر عبر تطبيقات التواصل وقدر يحتال عليه ويقنعه بشراء الأوراق السوداء العادية والمزورة مقابل 23,000 دولار. وبعد ما اكتشف الشخص تعرض على عملية نصب لجأ للشرطة وقدروا يعثرون على المحتال ويلقون القبض عليه. طبعا هالشيء احنا لازم ما نصدق هيك شغلات يعني طبعاً، خاصة بهالوقت الدولار يعني المرتفع المرتفع والمنخفض مشكله هوايه تصير شغلات على موقع التواصل الاجتماعي بالضبط المحتالين ما نقدر نتاكد من عندها الا مثل ما نقول نشوف اشخاص نجرب بها أكيد. طبعا الخبر الاخر يحكي عن مدرب ايرلندي قرر ان ينقص وزنه عن طريق تناول البيتزا بس لمده 30 يوم وكنوع من انواع التحدي على مود يثبت انه ما يحتاج البشر ان يتخلى عن اكلاته المفضله او اللي يحبها حتى ينقص وزنه. فقرر ان يقسم البيتزا لعشر شرائح بين الافطار والغداء والعشاء، وقرر ان يتوقف عن اكل الوجبات السريعه، بس هو بنفس الوقت ما ترك الفواكه والخضروات وما قدر يستغنى عن البروتين، وقسمهم ايضا الى يعني من 7 إلى 10 وجبات مرات باليوم. تتراوح مجموع السعرات اللي يتناولها ما بين 1800 و 2700 سعرة حرارية خلال الأسبوع، فكانت هذه النسبة هي أقل من ما يحتاج جسمه.
فقدر بهاي المرحلة أن يقلل من وزنه ويثبت وجهة نظره واكتسب بالنتيجة عضلات بدل الدهون. وأنتوا يعني تحبون هيك نوع من أنواع التحديات أو تقدرون مثل ما نقول تستغنون عن الأكلة اللي تحبوها حتى تنقصون وزنكم، بس هنا كسر القاعدة. يعني الإرادة، الإنسان اللي عنده إرادة يقدر يعني كل شيء. هو ما عنده إرادة، هو يأكل بيتزا. إيه بس يعني مو نقص وزنه؟ يعني هو نقص وزنه، بس هي الفكرة وين؟ الفكرة بتقسيم الوجبات، إنه هو كل شوية دائما يقول لك أكل لكن مو لحد الإشباع. بالضبط. يعني هي أساسا أكو أبحاث ودراسات تقول إنه البشر ما مجبر يأكل 3 وجبات باليوم. بالضبط. يقدر يأكل 8 وجبات باليوم، بس إحنا نريد نحكي على كمية الوجبة اللي يأكلها. يعني مثلا بدل ما أكل فد معون تمن من هذا الكبير، أقدر أسوي مثلا معون صغير وبين فترة وفترة أكل. أقول لك هذا الحكي يعني يمنك عراقيين ونحب أكلات الدسم وكباب وهاي الشغلات مستحيلة. خلي نشوف قاسي ما نقدر. مو خلي نشوف آخر خبر وياي عزيز. أنت رايح للمطاعم والكافيهات أكيد. طبعاً. شنو أكثر حساب يعني هواية دفعته خلال اللي أنت رايح للمطعم يعني؟ يعني حسب المكان، يعني حسب تختلف المكان. من منطقة لمنطقة. بس ما واصل يعني مبلغ كلش عالي، يعني يعني مستحيل عبر $1,000. خلي نشوف الخبر وياه. تفاجأوا زوجين من أوكلاهوما بعد ما تم خصم $4,456 من حسابهم المصرفي من بعد ما كانوا طالبين كوبن من القهوة فقط بأحدى المقاهي المشهورة. طلب طبعا جيسي لزوجته أمريكانو مثلج وطلب لنفسه كراميل فرابيتشينو، ولما دفع فلوسه باستخدام بطاقته الإطمئنانية ما كان منتبه للرقم اللي أدخله، عباله $4.45 واتصل بخدمة مساعدة خدمة العملاء 40 مرة تقريبا بيومها حتى بس يحل الموضوع، وقال إنه اضطروا أو يلغون رحلتهم العائلية اللي كانوا مخططين إلها بسبب خسارتهم لهالمبلغ طبعاً أكيد. وقال أحد العاملين بالمقهى إنه الخطأ كان بسبب جيسي لأن هو اللي أدخل الرقم أثناء عملية الدفع، مع ذلك تم تحرير صك باسمه كتعويض عن الخطأ اللي صار. طبعاً أكيد راح يلغون الرحلة بعد ما هو خطأ هالخطأ، يعني 4,000 شيء مبلغ مو قليل اللي هو 56 تخيل دولار. يعني اكيد راح يلغون السفر اللي هم كانوا مجمعين له. يعني هنا مو هو يعني شوفي حتى هو يجوز هو رايح المكان، يجوز رايح المكان رخيص، بس هو الخطا من عنده. هو الخطا من عنده وانصدم. اي يعني المحاسب يظهر جديد متوظف فسوى الفاتوره وخلص. بس شنو الشعوره من وصلت له يعني اس ام اس انه دفع من حسابه رقم يعني. وعزيز يعني همنا كلش ضروري الواحد اللي خاصه المحاسب بالشركات بالمطاعم بالماركتات كلش ضروري ينتبه على هيك تفاصيل، لانه طبعا مواقف مو رقم عادي، هي مواقف تعرض الاشخاص للاحراج ايا كانت نياتهم. طبعا احنا نذكركم بسؤالنا التفاعلي، ما هو آخر موقف ساهمت بأداء الواجب فيه ولمن كان، ونقرأ بعض من تعليقاتكم أكيد اللي شاركتنا بها على الانستغرام. هنا طبعا علي يقول البارحة جبت زوجتي أم جهالي هدية لأن هي تستاهل كل الواجبات وكل المناسبات. الله يسعدكم. زين أقول زارتي بأداء الواجبات قلت لي ممتازة. زين الناس هم تأدي لك واجب يعني؟ صراحة إيه، لأن على مودها يعني كلش ملتزمة، دا أشوف الناس القريبين دائما بالواجبات وبالشغلات يعني أبد ما يقصرون. نوعية الشغلات اللي توديها دائما شنو هي؟ هو حسب يعني إذا مثلا ناس ولادة حديثة حسب حسب المناسبة. المناسبة مثلا ناس راجعين من العمرة، ناس عيد ميلاد، فيعني حسب. تمام جلزار. طبعا مشاهدينا الكرام احنا وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، فشكرا لكم لحسن المتابعه الصغار، ونشوفكم بحلقه جديده. في امان الله.